ما رأيك في المشروع قبل أن ندخل في تفاصيله؟ والله الآن يصعب علي أنا أطرح رأيي فيه، لأن للحين ما استلمت على نسخة منه وما قرأته. يعني مفروض بكرة عندنا اجتماع الأغلبية، أتوقع أنه على الأقل راح يسلمون نسخة بحيث نقدر على الأقل الواحد يدرسها عشان يعلق عليه. بس أنا عندي يعني أي اقتراح يجب أن يكون له مقومات محددة، مقومات يعني نجاحه. لا يمكن نشوف معارضة أغلبية، ائتلاف المعارضة التنسيقية، ما يمكن بمفردها هي تحقق أي تغيير أو أي إصلاح في قضية المسار السياسي. اللي ممكن يكون له دور فاعل وممكن فعلا يحقق نتائج هو الشعب الكويتي. شلون؟ أول شيء خلينا نعرف إحنا، يعني أي مشروع يقدم لازم يكون قادر أنه يوصل رسالته للشعب الكويتي بلغة ثانية، يعني بمعنى ثاني. لا تجيب لي الصف لي أنت كلام 80% من الناس ما راح يفهمونه أو ما هم مهتمين فيه. لازم أي كلام أنت تسويه في أي يعني مقترح مشروع الإصلاح يحاكي يعني مفاهيم الناس، يحاكي رؤى الناس ومتطلباتهم. لطرح اعلى من عقلي من انت مستوى انت فهم الناس. ما انا قلت لك ما اقدر احكم عليه، بس انا اللي قريته في المانشيتات في بعض الجرايد. زين، شيء ثاني واقع، يعني انت اذا تتكلم بالنخب السياسيه، النخب السياسيه يعني شكلون، يمكن اذا انت بشكل يعني متفائل 20% من الشعب الكويتي، خلي يصير 10% منهم ماشيين مع تيار الحكومه و10 ممكن يشكلون معارضه. طيب وال80% باقي من الشعب الكويتي؟ عطني مثال على ان بطريقه بسيطه تحاكي يعني مستوى وفهم الناس، مثل ايش؟ يعني مثلا لما تجي لي انت تقول انا بغير هدفي، اغير الماده الفلانيه من الدستور، الماده الثانيه من الدستور، كذا ماده. طيب انت لما تقول الكلام هذا لازم يرتبط بواقع الناس، حدد لهم شنو الهدف، وين انت راح توصل. انت يمكن انا اقول والله انا هدفي من اي تغيير اسويه اني اشوف موطن الفشل واعالجه. موطن الفشل مثل ما شرحت انا مساع هو في قضيه، مو في المجالس الامه، هي في قضيه المنهج، منهج السلطه في الحكم. زين، اذا انا بحقق يعني أداء وإنجاز على مستوى إدارة الدولة لازم أعالج قضية. طيب التشكيل، هذا اللي حدث في الائتلاف. شو التشكيل الحكومي مشروع، لازم أنا أعالج التشكيل الحكومي بحيث، لا خلنا أكملها بس. تفضل تفضل. أعالج تشكيل الحكومي بحيث أنا شنو هدفي بالتشكيل الحكومي، أوصل أني أنا التكليف الحكومي ينتهي بكفاءات قيادة وعضوية لا تخضع لي أوامر، أوامر ولا تخضع لمحسوبية أو محاصة. يجب أن يكون التكليف الحكومي أن يحقق لي هذه الكفاءة من الأداء على مستوى الحكومة. هذا ما يمكن أنت توصل له إذا كان أنت اختزلت السلطات في سلطة واحدة. استقلال تام للسلطات يجب أن يكون تحقيقا. ذكروه هذا في مشروع ائتلاف المعارضه، يمكن انت ما قريته ابو وليد، خليني اركز على الجزئيه. انت تكلمت قبل قليل عن ان الحكومه انها تمشي بالنظام المشيخه، ما نظام المشيخه هذا لا يجوز، اختيار بالنسبه للولاء وليس الكفاءه والكلام هذا. هم حطوا هذا الامر، حطوا فصل السلطات عن بعض. هالكلام اللي تكلمت فيه قبل قليل ذكر هذا الامر، وحطوا تغييرات تشريعيه الدولة، تغييرات دستورية، تعديلات دستورية، حطوا المادة وحطوا المادة المقترحة بديلا لها. انا بخاطب الشعب الكويتي. اي هذه الامور تعتقد انها ارقى واعلى؟ لا، انا اقول هذه انت لازم يقول لك اللي ما تطرحه للناس يحاكي هموم و يعني الناس. انت اطرح لهم شنو الفكرة اللي توصل لها، الطريق اللي راح توصل له انت لتحقيق هالهدف هذا في طرق مختلفة.
يعني في بدائل مختلفة. طيب، ولازم نشوف احنا عدة خيارات في المنهج اللي راح تسلكه أنت في تحقيق النتيجة هذه اللي هو كفاءة أداء الحكومة، زين، وتحقيق الحريات والمشاركة الشعبية الفعالة في 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 جميل. هذا كلام حط لنا في قوالب أبو الوليد. خلينا نسأل أسئلة مباشرة. خالد السلطان مع الحكومة المنتخبة أم لا؟ وضح لنا، لأن الكلام هذا نبي نحطه في قوالب. أنا اللي أقوله الحكومة المنتخبة هي أحد الخيارات المتوفرة، لكن أي خيار نحتاج؟ شنو الخيارات الأخرى؟ عشان أكو خيارات متعددة، مثل أكو مثلا أنك أنت ما تشكل حكومة إلا بموافقة وإعطاء الثقة لرئيس الحكومة وأعضاء الحكومة من داخل المجلس. من داخل المجلس. في ناس يقول لك لا، أنا أخليها تشكيل حكومة، حكومة شعبية، واحد يقول نظام برلماني متكامل، يعني كل هذه، واحد يقول أحزاب. خالد السلطان ماذا يقول؟ ماذا يرى؟ كيف هي الصورة المفضلة لدى خالد السلطان في الحكومة، تشكيل الحكومة؟ أنا في تقديري لازم أنظر على إمكانية النجاح في تحقيق الهدف هذا. ما يصير أنا أخط لي طريق يمكن ياخذ 20 سنة أو 25 سنة على ما يبدي الناس يتفاعلون معه. أنت عندك نافذة ضيقة ترى. أنت في حلول 2026 لا تحتسب أنك أنت دولة ذات موارد، إمكانيات مادية أقل قبل 23، قبل هذا بس 2026 راح يكون عندك 400 ألف عاطل عن العمل أو أكثر، زين. أنت ما راح تقدر توفي في الرواتب، ولا راح توفي في التزامات الصحة، ولا شو راح تسوي يا نظام حكم؟ لذلك خلنا نرجع للسؤال. خل أكمل أبو سلمان، خل أكمل. تصور، تفضل. أنت عندك خيارين ذاك الوقت، يا أنت راح تفرض ضرائب على الناس وهذه راح يكون لها ردة فعل، أو أنك أنت راح تفلس الدولة. وبالتالي نافذة الإصلاح فترة محدودة، عقبها خراب لا يمكن. لذلك خالد السلطان يرفض الحكومة المنتخبة؟ لا، بناء على هذا المعطى. لا، لذلك أنا أقول عطنا المعطى، يعني لذلك أنا أقول يريد حكومة منتخبة أم لا؟ هذا، لذلك أنا أقول هذه أحد الأشياء اللي لازم ينظر لها. النظرة الثانية لازم تنظر لها، وزير خارجية أمريكا يقول عن انقلاب العسكري الدموي في مصر، يقول هذا إنقاذ الديمقراطية. هذه الدولة اللي كانت تحارب سنوات لتقول احنا ننشر الديمقراطية، ننشر الديمقراطية، زين. هذه أحد القوى المؤثرة في الساحة، والغرب ما هو بعيد عنها، ولو كان موقفهم أفضل، زين. طيب، ال البيئة يعني العالمية، الصورة العالمية ما هي في صالح أنت تحركك في الطريقة هذه. إقليميا أنت لازم يكون التحرك اللي تحركه أيضا يقدر ينفذ من خلال تأثيرات الإقليمية والدول التعاون الخليجي. يعني خلنا نحددها في أنا ماشيتات. أنا رجل صحفي ويهمني الماشيت. خالد السلطان يوافق يدعو إلى الحكومة المنتخبة، أو خالد سلطان يرفض الحكومة المنتخبة لعدم معقوليتها، لأنها يعني ضرب من الخيال، يراها ضرب من الخيال؟ أنا أرى الطريق للوصول إلى الحل الأمثل أن تضع الخيارات وتقيم كل خيار ومدى إمكانية نجاحه. خالد، ما زال السؤال قائما، خالد السلطان ما أقدر أحكم ما هو قراره إلى الآن؟ ما أقدر أحكم لك. لا، أنا عندي بعد هذه الخدمة الطويلة أبو الوليد، ما عندك قرار؟ يعني إلى الآن أنا عندي القرار اللي دعيت له من سنة 92، اللي هو لا تشكل حكومة إلا بعد عطاء الثقة من قبل مجلس الأمة المنتخب انتخاب حر ويمثل إرادة الشعب الكويتي، يعني تعديل دستوري. هذا اللي طرحته من 92، هذا أحد الخيارات. لكن الحين تبي تقول لي احسم انت خيارك؟ لا، انا اقول حسم القرار يجب ان يكون بدراسه متانيه لدراسه. طيب، يعني شوف القرار، يعني خذوه طالب. وسلمان اليوم ما عاد في كلام اطلع من راسي انا اقول انا بسوي كذي. اصبح الان حتى يعني استراتيجيه الاصلاح
وين توصل في المستقبل؟ علم. أنا أعطيك مثال الآن في يعني، وهذا يات من مدارس العسكرية الأمريكية، يدرس وين المسار اللي راح يصير، يعني يقول والله هذه البلد ما شاف الاتجاه هذا، راح تنتهي النتيجة الفلانية. مو كذي بس، راح يقول كيف أنا راح أتدخل في هذه البلد عشان أحرف النتيجة في الاتجاه الفلاني. طيب، فالسؤال إحنا يجب أن تكون نتعامل مع هذه القضية. أنا طلبت رأيك أنت، فكرتك أنت، رأيك الخاص. أنا اللي كونته بعد هذه السنين. أنا أرى إن 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 الممكن. جميل. الممكن في 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 الظروف المحيطة هو يعني الحكومة المنتخبة، ليست المطلب الواقعي. أنا أقول لك هذا مع اعتقادي إن هذا هو الطريق، لكن أنا أيضا ما يمكن أجزم أن هذا هو الأمثل. هذا رأيك. إلا بعد أن يكون هنالك أدرس خيارات. أنا جميل. أدرس الحكومة المنتخبة، وأدرس البدائل، ومن خلال ذيلة، من خلال دراسة متأنية علمية، أقدر ذاك الوقت أجزم أقول لك لا، أنا هذا هو الطريق اللي أسلكه. طيب، هذا بالنسبة للحكومة المنتخبة. ماذا عن